دكتور بونجور. صباح الفل صباح النور ناس كل اللي تسمعوا فينا على اي اف ام احلى راديو من 9 ل 11 ولد المدام شو يفبري على الصباح راهو مهمشني قسما بالله مهمشني من 9 ل 11 نتاع الصباح تنجموا تشوفونا صوت وصوره على اي اف ام تي في عشان يوتيوب راديو اي اف ام ولا على الفيسبوك راديو اي اف ام. معاكم ساحري بحري من وراء الميكرو معايا اخواتي زاده هذا اش عندنا اليوم في ولد المدام. انتم تسمعوا في ولد المدام مع يوسف بحري. اليوم في سمعنا باش نرجع على فيديو اثارت الجدل فيديو جينا من مستشفى الياسمينات من ولايه بن عروس اعتداء على مواطن يعتدي على زوز اطباء. الفيديو هذا صادمه شفناه البارح دارت برشا على لي ريزو سوسيو. علاش صار الاعتداء؟ نرجع على تفاصيل الحادثه مع العشره ودارجين يكون معنا مدير المستشفى ابراهيم ذويفلي. اليوم روسيت اللي توصلنا حاجة بنينا برشا كيك على فاني بعثتولنا مستمع 58 550 688. انتم زيادة على الواتساب تنجموا تبعثولنا لروسيت متاعكم وتعديوا معنا في كوجينتكم. نحكيو على نبتة الحريقة الفوائد متاحة الدكتورة إيناس شعار دكتورة مختصة في البيولوجيا اللي تعطينا ديزاستيوس ونصائح. في تبحبيحة حتى بحمدي أخيرا بش يقرب بينا شوية بش يهزنا النابل المرة ذي في تبحبيحة. ضيفتنا في اخر حلقه باش تكون الممثله اعلاميه تونسيه اكتشفها الجمهور في سيت كوم دار الوزير ومن بعد توجهت للاعلام خدمه في تلفز برشا تلفز في اذاعات وكانت من المسؤولين في اعداد برنامج عبدلي شو تايم اللي هبط البارح الاخبار انه ما فماش موسم اخر من برنامج عبدلي شو تايم. سيرين بالهادي باش تكون معانا في اخر الحلقه. اما قبل ذي كل نسلم على اخواتي نبدا بالكبير في المخ علي عرعود. بونجور صباح النور يوسف صباح النور دوبليكشي صباح النور للناس كل قاعدين تبعوا فينا على راديو اي اف ام تفرج فينا على الشين يوتيوب اي اف ام تي في 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام 7 ايام على 7 ايام على اي اف ام تي في. اي اف ام تي في زادت عدي في روبريك طياره برش اسمها حرك بدنك نشوفوا فيها واحد ينقز ويخدم كان الكرش. معنا اخونا دوبليكشي بونجور. صباح النور سيدي صباح النشاط والحيويه دقله وحليب للناس الكل اللي تسمع فينا ان شاء الله. ديبي فان سيمين موافقه للناس اولا لا قاول اولا لا الي ميشون اليوم جمعه ديبي فان سيمين لي قويس البارح قال لك لي ميزيرابل كتبها جون جاك تيزي خلي باش ديبي فان سيمين يصلح في روحه بالفرنسي خويا عرعود. يلا اش عندنا اليوم دوبلكش؟ اي سيدي اليوم باش نحكيو مش على الكرش دونك الحمد لله الحمد لله باش نحكيو على السيلوليت سيلوليت ولا البو دورانج اللي برشا برشا نسيت تشكى منها دونك باش نحكيو شنو هي وشنو هما الحلول باش نجموا نتخلصوا منها. حب يصلح روحه بالفرنسي الكلمات اللي يعرفهم بكل قالهم سيلوليت بو دورانج ديبي فان سيمين قالهم الكل خويا عرعود. عنا اليوم ميديا ماج اخبار الاعلام التصريحات باش تسمعوهم بعد في ميديا ماج. شكرا ليك شكرا شكرا ليك ما يحبش يبيع الروبريك نتاعو ما يحبش يبيع الروبريك نتاعو. اما قبل ما نبداو الحلقه نتاعنا نبداو بال سونداج سونداج انتوما باش ندخل شويه في الروبريك نتاعك ما يسالش خويا عرعود ديجا حليت طول الفيسبوك قريت السونداج وقلت لا ما نوقفوا البرنامج نوقفوا البرنامج عليه موزيكا والروح لا شكون اللي حكى انت راك الانيماتور يا لا 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 مي مي هي اللي انت الانيماتور هو كرونيكور مي المعلمه باز اي اما انت معلش يقول لك لا ترجع ايامك دوبلك شي غير ترجع لك ترجع وجهها استنى انا مانيش موافق يقول لك لا مانيش موافق لا انا كلنا نامنوا البرنامج مع بعضنا كيما الانيماتور كيما الكرونيكور فماش فكره الانيماتور هو المعلم برافو خلي فوالا فوالا ربي يخليك لنا فوالا يعطيكم الصحه صح شويه نظام خويا خليل شنو هي تو مسيبه خلينا نعطيه السونداج. انتم مع انكم تقعدوا تتفرجوا في اعادات المسلسلات القديمه على الوطنيه 2 ولا تخيروا تشوفوا انتاجات جديده؟ امي وجهها جندوبي سير نعرف الريبونس بتاعها حكينا فيه برشا مرات الموضوع هذا في المدام وجهها سنه في السيزون شنو كان راي التوانسه في الموضوع هذا ميكرو جيبوعه تقولنا شنو راي التوانسه في الموضوع هذا ونرجع ناخذ رايكم. يصبح النور يصبح الفل الأحلى مستمعين ومشاهدين إي إف إم والأحلى خويت في الدنيا كيما العادة والله لا يقطعنا عادة أختكم خلود هبطت للشارع التونسي وسؤالي لليوم يقول زعما التونسي مع أنه يقعد يتفرج على المسلسلات القديمة والإعادات على الوطنية 2 وإلا يفضل أنه يتفرج على إنتاجات جديدة؟ تابعوني باش نعرفوا كيفاش كانت إجابة التوانسة.
خاصة نسنا بمؤسسات القديمة على الوطنية، خاطر هكا تحس فيهم جو خير، معناه بلي باش يكون فما انتاجات جديدة باش تتفرج كان على الأسبوع وإلا قطاب على الباب، معناه ماذا بيا يقعدوا يعاودوا في المؤسسات القديمة خير ملي نشوفوا انتاجات جديدة، خاطر كان انتاجات جديدة ما نصورش روحي نتفرج فيها. كما اي مواطنه تونسيه نحب النوستالجي نتاع المسلسلات قبل، اما او ميم طون نحب نشوف حاجه جديده، معناها سي بيان الواحد يبدل يتطور، بلدان العالم الكل بدلوا في الليشين نتاعهم، سي مالوغ معناها كيفاش احنا مش قاعدين نخدموا في الكوتي التلفزي نتاعنا ومهملينه بالصفه هذيك. نحب المسلسلات القدم، ماذا بيا كل يوم نعاود معناتها نتفرج عليه، فكروني في حاجات نتاع قبل وضحكه قبل وكلام العائليه نتاع قبل، صراحه يعجبوني، ماذا بيا ديما نعاود نتفرج عليهم. وانتاجات نتاع تو بصراحه ما تعجبنيش، خاطر يفسدوا في يحلوا في عينين الصغار وشباب، ماذا بيهم كل يطبقوا، ماذا بيهم اللي يروه يطبقوا، ما بصراحه ما تعجبنيش انتاجات تو. فوالا فوالا، هكا كان إجابة التوانسة، وهذا كان رأي المطور بالطبيعة يا أخويا يوسف، باش نخليك كل كلمة أنت وأخواتي العزيز والغنين، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. نهارك زين جيبوا فوالا فوالا، قلت لهم فوالا 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 فوالا. نعاود لكم السؤال، الاولاد سمعتوا العبيد شنو تحكي، فما اللي يقول مع فما اللي يقول ضد، انتم مع انكم تقعدوا تتفرجوا في اعادات المسلسلات القديمه على الوطنيه اثنين، ولا تخيروا تشوفوا انتاجات جديده؟ نبدا بك انت دوبلكش. انا والله الزوز انا نوستالجيك شويه، اما بالله ماذا بينا لو كان مش دوبلكشي، ما توفى سيري ولا حاجه تعودها هي بيدها ما تنبعد ديريكت، خليها ترتاح شويه، نتوحشوها شويه ومن بعديك عاودوها وقت ما تحبوا لي عاديت. راهو بصراحه قد مره تفرجت تشوف لي حل في برشا مرات برشا مرات برشا مرات علي انا مع انهم يعاودوا شوف لي حل. جمرة سيدي محروس، اخوه وزمان، نمت عروسيه، اما ضد انهم يعاودونا مثلا ورده وكتاب. اي انا معك ورده واعملوا انت شيء جديده بلي خدموا العباد ورده وكتاب. اي علاش ما فماش انتاجات جديده؟ الحق نتاع ربي الفلوس نتاع الاشهار باش ناخذ، معنيش ماكينه نتاع انتاج احنا. لا لا ما يزيني بالله يا عرب بالحق بحق، معنيش اخزر لي سحري. لا لا اذا نقول لك حاجه، انت تعرف انه في تونس اليوم راهو السوق نتاع الاشهار ياسر صغير، وعدد المستشارين راهم يتعدوا على اصابع اليد، مش كيما تحكي على مصر راك تعدي مسلسل في مصر راك تخرج اكثر من 10 دقائق ظهر لي بوب اللي تنسى شنو تفرجت اصلا في. شوف لي حلقه دفعه من بوب اوكي، هذاك شوف لي حل اليوم راهو مش في الوقت خد تابع البيب قديش فهم من بيب اليوم نحكيه على اليوم. أي ولكن المستشارين تعرف اللي هي سوق ما هيش كبيرة برشا، وتعرف انه المستشارين راهو في شتاء ما يحطوش فلوس باش يعديو لك مسلسلات جديدة. اوكي احنا معاه راهو انه نعملو عقلية جديدة للانتاج في شتاء، على خطر تعرف انه التوين سيقعدوا في الديار متاحهم في شتاء، ولكن ما لورزمو زادة حتى وسائل الاعلام اللي هي انتهجت التلفزيات الخاصة والخاصة الخاصة راهو اتجهت راهو انه نشريه مسلسل باقل بوجي يكون تركي وغيره خير من انه ننتج قديش فلوس معناه مئات الملايين على مسلسل تونسي ومن بعد نعديه في شتا شوف ينجح لي وشوف لي. باه اجا نفسرك لحظه برك دالي باش نفسر انا جوست وجهه النظر نتاعي انا معناتها تاع يوسف سحري بحر. اي اما بربي اما راني مع الانتاج معناه هنا اي لا بتبيع عن ننجو، اما باش نفسر جوست حاجه برك لي بوب اللي تعديه وفي شوف لي حل في خطاب على الباب على الوطنيه اثنين وكل شيء باهي برش، معناتها يدخلوا في فلوس مهمين على الاخ على مسلسلات، معناتها فلوس تدخل ديريكت هذا خاطر عندك ممثلين لا عندك حتى شيء باش تخلص صحيح ولا كان حاتم بالحاج فوالا كان حاتم بالحاج كان حاتم بالحاج يخلص ميسيلش يخلص ويكتب لنا سيرية جدد ويقعدوا هذا ومش باش العبيد اللي تسمع مش يخلص في حاجه كبيره صحيح يخفي 60 دينار في الشهر ولا حاجه فارغه برشا معناتها، اما يقعدوا المسلسلات هذوما فما وقت معين يتعديوا فيهم الاعادات، اما امي بتو نشوفوا حاجه جدد صحيح. فما ممثلين راهم اللي زاد خرجوا عمره لا مثل معناتها لازم نشوفوا عباد جدد وجوه جديده نشوفوا برشا حاجات جدد، فما دي تكنيسيان جدد فما عقليه جديده في التصوير وكل شيء لازم التوانسه يستنسوا به. ها كنت تفرجوا سيري في نتفليكس نقولوا واو انت تعرف الفلوس للشهر نتاع الوطنيه اثنين على شوف لي حل برك ما يعملوا لكش انا بالله باش ما يعملوا لكش مسلسل واللي تخلص فيه واللي تخلص انت فيه اي بخليف انت تاع اخزر باش ندخلوا لحكايه التلفزه الوطنيه ومؤسسه التلفزه الوطنيه نجم نهار ناخذوا معنا شكون غادي يزيد يحكي لنا على موضوع في ميديا ماك، ولكن انت تعرف انه راهو التلفزه الوطنيه في الميديات ماني عندها مشاكل على خاطر عندها طاقه نتاع موظفين كبيره وتعرف انه ماني شهري وكل شيء وتقريبا الفلوس الكل ماشيه للاشهار، قلت الاشهار ماشيه للخلاص نتاع الخدمه اكثر من انها تبقى لها للانتاج. ناخذوا في تليفون الخدمه اللي موجودين ولا فما خاطر فما نعطيكم بلاي جوست اكزامبل بارك معناتها بارك اللي هو معناتها اليو سنه
في رمضان الحرقه ما تعديش غدي في اليوتيوب, تعدى في بلاتفورم ما كانش فما من الاول, لان انا تفرجت عليه على البلاتفورم ما كانش فما برشا بوب واحنا نتفرجوا في البلاتفورم, ومن بعد كل نهار يمشي الحرقه ويتزادوا لي بوب في وسط الواحد, هذيك ديجيتال حاجه اخرى. اي معناتها الفلوس النجم اختيار زاد انتاج, الفلوس نجم تدخلهم مش كان من المستشهرين اللي على التلفزه, نجم تدخلهم من بلاي سوخ. اي مثلا تنزل الوطنيه شرايك تجي تشوف لي حل تحطه كان على بلاتفورم تفسخه من اليوتيوب من البلايس كل وتولي تخلص عليه باش تفرج فيه تولي معاشره ولا توانسه تهبل تهبل ولا ذالي سور الواحد نتاع الضحك توا. هي انا باش نرقد نحط شوف لي حل يخدم في اليوم. هو ديجا يتعدى قاعد على الوطنيه اثنين ولا البارح انا نتفرج فورير, معناتها الحقيقه الضحكه تخرج من القلب مع شوف لي حل. دونك نعاود لكم السؤال, لعبيت نجم تجاوب على السؤال هذايا على الباج فيسبوك نتاعنا, انتم مع انكم تقعدوا تتفرجوا في اعادات المسلسلات القديمه على الوطنيه اثنين ولا تخيروا تشوفوا انتاجات جديده؟ نستناو لي ريبونس نتاعكم ونعطيكم ريزولتا السونداج في اخر الحلقه. نمشي لدوبلكشي في حرك بدنك يلا. حرك بدنك حرك بدنك حرك بدنك, هذا اخر جينكول اللي تحط عديله مره جاي ترانزيسيون. بالله خليل على خاطري عاود لا ما تعاودوش لا 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 مش تفضل اعطينا اخويا السيلوليت والبودورانج. حرك بدنك ربي يهديك خليل يلا ربي يهديك والله العظيم امشي مرحليك خالي تفضل. هاي سيدي غو بونجور العباد الكل اللي تحقت بينا تويكا تفرج فينا في الاي اف ام تي في. اليوم كما قلت لكم باش نحكيو على السيلوليت والا البودورانج. قبل كل شيء خلينا نفسروا للعباد اللي تسمع فينا اش معناتها سيلوليت. السيلوليت هي تراكم مش عادي مش نورمال, معناتها متاع غريس وماء وتوكسين محصورين في الفيبر كولاجين, معناتها هي مجموعه معناتها نتاع غريس وماء وتوكسين, ماهيش معناتها كان غريس برك والا ماء برك, راهو غريس وماء وتوكسين. باين نحب نقول لكم اللي هي حاجه راهو انه السيلوليت مش مرض, معناتها العباد اللي تخاف وكل شيء راهو مش مرض, راهو حاجه عاديه جوست هي مشكله استيتيك. ونعرفوا اللي راهو الاستيتيك اليوم ولا يمثل حاجه كبيره برشا للعباد اون جينيرال, اذا بين نكونوا الهيئه نتاعنا ولا حتى بدنا مزيان وكل شيء, خاطر توت فاسون حاجه باهيه. دونك مي بار كونت راهو يتمس اغلبيتها النساء, دونك الرجال اللي سون با معناتها كونسيرني برشا بالسيلوليت. نعطيكم جوست احصائيات على 10 نساء فما 9 نساء تلقى عندهم سيلوليت, معناتها بورسونتاج كبيره برشا. وفما احصائيات اخرى تقول اللي النساء البيض اكثر برشا زاد كيف كيف من نساء السمر, دونك الكولور نتاع البو زاد عنده دخل, وانه النساء اللي عندهم زياده في الميزان ولا سيغ بوا زاد كيف كيف يكون عندهم اكثر, اما راهو ضعف ما همش يمنعوا زاد كيف كيف. دونك فيو كي هي معناتها 90% من النساء عندهم سيلوليت, دونك اغلب النساء السؤال اللي يطرح نفسه خويا ده منين تجي سيلوليت, يعطيك الصحه منين تجي سيلوليت, هذا هو اللي نحكيو فيه. سيلوليت ساعه جينا من موفيز سيركيلاسيون سانجين, معناتها الدوره نتاع الدمويه ما تبداش مريقله. حاجه ثانيه فما اكسيم تاع غريس كيما قلنا, دونك نحكيو على سيغ بوا. تنجم تجينا من دي بروبليم يكون فما ان بروبليم هرمونال, معناتها ينجم يكون فما ريتونسيون دو, ينجم يكون اليمونتاسيون برشا كبيره من كالوريك, معناتها ناكل غوبا كيما نقولوا كوبيو كبير برشا بالكالوري وما نتحركش, دونك اوتوماتيكمون باش تنجم تجينا سيلوليت. ينجم يكون عامل وراثي, معناتها اني انا فما عباد تورث برشا فلوس فما عباد تورث سيلوليت, دونك كل واحد قسم يعطيك الصحه. دونك هي تنجم تكون وراثيه. فما حاجه ما يعرفوهاش العباد اللي هي مود دو في, معناتها مود دو في النساء ولا البنات اللي تلبس برشا محزوق ولا تلبس برشا سبدريت ولا 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 معناتها سبابه محزوقين ولا لي تالون بعد كان نفسروا علاش, راهم كيف كيف تنجم تعمل لهم سيلوليت على خاطر الحسره نتاع الدبش وكل شيء, ما تخليش كيف كيف السيركيلاسيون تتعدى كيلمو كيما نقولوا احنا. فما حاجه اخرى زادت تري امبورطون اللي هي البوستور نتاعنا. كي تبدا البوستور نتاعك مش باهي, يعني قاعد فوق كرسي ولا مهبط كتفك وكل شيء, اوتوماتيكمون سيركيلاسيون زاد كيف كيف ما تدورش بالكدا. دونك هذوما الحاجات اللي بتات تعرفوه ولا ما وعلاش يمسوا النساء اكثر من الرجال؟ على خاطر النساء اكثر من الرجال, ما نعرفش علاش ميلي زيتود يقول لك النساء اكثر من اي, خاطر الحقيقه ما ترخاش الراجل يقول لك عندي سيلوليت ولا عنا وما في بالناش. فما فما حكايه بسيطه برشا 12% نتصور حاجه صغيره برشا من الرجال
اما راه اون جينيرال ما تمسش الرجال سو با كونسيرني باي سيدي. خلينا نحكيو تويكا كيفاش نجمو نتخلصوا من السيلوليت. اهم حاجه كيفاش اهم حاجه سيدي نبداو اهم حاجه هي سبور. هذاك علاش احنا الربريك هذه موجوده ربي يطول لها في عمرها ويربي يطول لي في عمري ان شاء الله. الجينجل نتاعها يتبدل تفضل دونك سيدي هو ترجع لك وجوج تجيب معاه تريسيبس ولا الماوس ما تشوف كيف ربي يطول لي في عمري مشي ولي تولي تقدم متيو مع فوفه امشي كمل. دونك اول حاجه لازمنا نتحركوا ان نعملوا سبور تاعهم بعديك زاد كيف كيف نقول لكم شنو نوع سبور. نعطيكم دي زيكزامبل جوست نعملوا فيلو نعملوا مارش نعملوا اكل سبور اللي يبدا في الكونتينيتي معناتها دوس ماهوش معناتها انتنسيتي كبيره برشا تبدا الانتنسيتي متوسطه فوار فيبل اما في الكونتينيتي نقول راني انا باش نعمل ثلاثه مرات في الجمعه ولا مرتين في الجمعه اما في الدوام. الحاجه الثانيه النجم نعمل لي مساج دونك لي مساج ينجموا يعاونونا زاد باش نحيوا سيلوليت. من المستحسن من بعد ما يكون نعمل دوش سخون. علاش كي نعمل دوش سخون خاطر لي فيسو يتحلوا دونك اوتوماتيكمون نجم نعمل كي نعمل مساج تكنيك تبدا اسمها تكنيك بالبر بربر معناتها غولي معناتها اكل هذيك انك تدور معناتها الغريس فوالا ما كنتش نجم نعاونوا جمله عرفتوا حلو كل اللي ما نجمش نعاونوا جمله قال لي بربل وسكت اي تفضل. نشرب الماء ونشرب التاي الاخضر خاطر يعاوننا زاد كيف كيف على الهيدراتاسيون ناكل ماكله اللي معناتها تخلينا تستيمي لي سيركولاسيون كيما لي فروي كيما البصل كيما الخضر كيما المكسرات زاد كيف كيف نقص من الملح اوتوماتيكمون نقص زاد من الماكله الحاضره بريباري الافونس اللي حاضره الافونس جوست نسخنها وكل الحاجات الكل زايده اللي حكينا عليهم البارح كاسكروتيات والدنيا والكرواسون فسمعت مي نبعد شويه على الماكله اللي تشد لي توكسين كيما اللحم الاحمر وكيما الغريس انيمال. دونك نبعد زاد كيف كيف على الطالون العاليه ماكسيموم الطالون يكون ما بين 3 و 4 سنتيمتر ماكسيموم خاطر هذه تيود صارت وانا راني ناغاتور نتاعها. الحوايج المكبوسه زاد كيف كيف على خاطر تقللنا في السيركيولاسيون. نحاول ديما نكون كي نبدا قاعد نقوم برشا معناتها نقعد قاعد على كرسي حتى في الخدمه وكل شيء دو طون زون طون نقوم نقف ونعاود نرجع باش هكيكا نخلي ديما الدم يدور فوالا مسكين اللي يخدم في سنتر دابيل تو ويقوم هكيكا يعطيك الصح بالحق. راه فما دي ستيود يقول لك يلزمك في ال 10 مينوت تحاول تقوم 10 مرات دونك كل دقيقه تقوم مره على القليله فوالا تعطيها والخدمه يجيبها ربي خدمه يجيبها ربي ومن بعد تو نحكيو على الخدمه. كي نكملوا ديما الدوش نتاعنا نكملوه بجيدو بارد معناتها على سقينا باش كيف كيف سيركيولاسيون الدور صحيت خويا صحري هذيك الساعه تكون انت ليكزامبل. ديما كل قبل ما نرقد نحاولوا باش ننزلوا سقينا شويه لفوق على مخده ولا على حاجه باش كيف كيف نحسنوا في السيركيولاسيون. العباد اللي تدخن ولا عندها معناتها تتكيف برشا تحاول باش نقص الدخان خاطر الدخان عنده زاده مفعول لي جون بلوغ زاده العباد اللي عندها يحسوا سقيهم مثقال شويه فما راهي التكنيك هذه باي على الاخر كي ترقد هالسقيك لفوق مع الحيط لي سبورتيف الكبار يعملوها باش يدور الدم كيكا في السقين داليه وزادة نحكيو عليهم لي جون بلوغ فما دي زيكزارسيس ساهلين برشا نجمو نعملوهم احنا في فروشاتنا والله تعرف عليه لازم نحكيو شو نهار الاثنين نعملو على جون بلوغ لانه تونس كل لي جون بلوغ والله الناس كل خاطر فيكو الساليت مسكره والعباد الثمانيه ما تنجمش تخرج ما فماش هاك الحركه هذيك نتاع الليل وكل شيء الناس كل تحس في سقيه تعبين. مازلت عندك مزيف ثلاث حاجات هاو نبعدوا على الشمس خاطر زاد الشمس مش باهيه برشا على العباد اللي عندهم سيلوليت. نعملوا كما قلنا الكارديو يبدا انتنسيتي ضعيفه والا موديري. نعملوا زاد الرنفورسمون مسكولير اللي تقويه العضلات على خاطر سي تري امبورطون ان لازمنا نعملوا رنفورسمون اي سورتو لي زكتيفيتي اللي في الماء. شكرا ليك سي دالي شكرا ليك. حرك بدنك نجمو تعاودوا تفرجوا فيها على الباج فيسبوك اي اف ام تعاودوا تشوفوا دالي ياش تحت جينجل نتاعو راهي فرجه طياره على الاخر. نحن نخرجوا للاشهار ثم نرجعوا في استيس. انتم تسمعوا في ولد المدى مع يوسف بحري 39 دقيقة على اي اف ام احلى راديو تسمعوا في ولد المدام مع يوسف البحري. نمشي والروبريك البارح مشكورة جدا الدكتورة عطتنا دي زاستوس باهين على الاخر دي روتور بوزيتيف من عند العبيد بالرسمي في اللي كومنتير وفي اللي ميساج على اللي زنتي كونسيريجين اللي زنتي كونسيريجين. اليوم الدكتورة مختصة في البيولوجيا إينيس شعر بونجور ديجا صباح النور صباح الفل. اليوم على شنو باش نحكيو؟ اليوم باش نحكيو على اون بلانت صغيره على الاخر محقوره مسكينه
ما يحسبها حتى حد اللي يتعدى يعفس عليها ولا قريب نبكي مدى ولا تسخف تسخف ولكن هي اللي كونسيديري كوم كنز للصحة. اليوم مش نحكيه على الحريقة، نحكيه على الحريقة في أستيوس. أستيوس والله عندك الحق، محقورة هي الحريقة، حتى حد ما يتلفت لها. علاش ديجا؟ علاش هي؟ على خاطر ما فماش يكون ما لعبش هكا كلكو باغ وهو صغير وما حرقتوش الحريقه بك كل زيبين نتاعها والاوراق المشوكه. اون بلوس ني با تري اغريابل، معناتها هي مش مزيانه، هي تبدا طالعه نبورتو، فهمت؟ ما فيهاش اون ستركتور حلوه والا شجره ولا، والناس كل تعفس وتتعدى. الوغ النبته هذه الحريقه اللي هي نبته طفيليه، وفوق من هذاك الكل علاش العباد ما تحبهاش؟ على خاطر هي مؤشر نتاع تلوث بيئي، معناتها انت ما تلقاهاش، ما تجيش تلقاها في جاردان مونيسيبال ولا تلقاها في جاردان موجود عندنا منظفين صحيحات. نبته طفيليه تلقاها جينيرالمون في بلاصه فيها برشا تلوث، وين فما الكدس نتاع الزبله، وين فما دبابز البلاستيك، وين فما الجلت نتاع الماء، فهمت؟ على دون لي شام نمبورتو، حتى وين فما هكاك الفضلات نتاع الحيوانات ولا. ولكن الابحاث السريريه وعلم الاعشاب والطب البديل الله والعلماء الاوروبيين هذا الكل موثق سيانتيفيكمون يوصفوها بكنس للصحه. علاش؟ على خاطر سامحني مش مشكل ولا يوصفوها بكنز للصحة على خاطر فيها خصائص عالية، وهذا موثق في الأجنس أوروبيان دو ميديكامون وفي منظمة الصحة العالمية الـ OMS. الله الله، أو باش نعطيكم علاش. وانت تعفس وتتعدى داليك حتى قدام الراديو، يعفس ويمشي عليه. احنا قبل كنا نبعدوا عليها خاطر تدق تحرق طلعت فيها فلوس. كنز كنز للصحة، هما اسمهم لي بلانت بروديجيوز. دوك هي غنية برشا بالفيتامين A B و C و E. بالنسبة للفيتامين C، كمية الفيتامين C اللي تنجم تاخذها من الحريقة تعادل 6 مرات كمية الفيتامين C اللي تنجم تاخذها من البرقدان. شو معناتها؟ معناتها في 100 غرام حريقة عندك 330 ميلي غرام من الفيتامين C، ألوغ كو في 100 غرام برتقان عندك 55 ميلي غرام من الفيتامين C. الله فهمت المعادلة؟ فيها ما يعادل الكالسيوم، بالنسبة للكالسيوم فيها ما يعادل 4 كعبات ياغورت. شو معناتها؟ معناتها في 100 غرام حريقة عندك 630 ميلي غرام كالسيوم، ألوغ كو أقسم على 4 باش تعرف كعبة ياغورت قداش فيها، معناتها تجي كعبة ياغورت فيها 120 ولا 130. هي غنية بالفيتامينات الكاملة اللي موجودة في اللحم والحوت والدجاج والعظم والحليب. باهي برشا. في كمية الحديد اللي موجودة في الحريقة زوز مرات قد كمية الحديد اللي تنجم تاخذها من البورسيون تاع اللحم. ها باش نعطيك الكونفرسيون، معناتها عندك 7.8 غرامات حديد موجودين في 100 غرام نتاع حريقة، ألوغ كو في البورسيون نتاع 100 غرام لحم فما 3.2 غرام حديد. باهي برشا. سي تنجم تكون دايوغ اون باز داليمونتاسيون للعباد لي فيجيتاريان، للناس النباتيه اللي ما تلقاش باش تعوض الفيتامينات نتاعها، تنجم تكون موجوده في الشوربه في السلطه. اي فوالا كيفاش نردوها ماك النبتك اللي تعرضنا في الشارع الاليمون نجمو ناكلو. هي راهي الحريقه اون فوا تشيحت تولي ما عادش تحرق، واون فوا طابت تولي ما عادش تحرق. دونك كيف تحطها في الشوربه ولا في السلطه باش تستعملها كيف ما الكلافز ولا المعدنوس. والا بالنسبه للي فيجيتاريان يرحيو برشا هما ويعملوا لي هامبورغر اباز فيجيتال، دونك تترحى اون فوا تخلطت مع الماء وترحات يتعاملوا بها كمادات، والا تعمل بها والا طابت في الماكله تولي ما عادش تحرق. ولوغو ليه ما فماش جو هكا؟ لا لا لوغو ني با مير، لا 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 عاديه 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 ليجيرمون مفوحه، ما فيهاش مطعم كبير، تري ريش اون مينيرو، فهمت؟ دقيقة برك هاو باش يشرح لك شوية. فوالا هي تعاون في تعديل عديد الأمراض كيف ما فقر الدم، فيو لا كونتيتي دو فيغ اللي موجودة فيها. باهي غنية بالمضادات نتاع الأكسدة، دونك تعاون في الديتوكس نتاع البدن باش نخرجوا السموم، تعاون باش نحدوا من تكوين الخلايا السرطانية اللي تحب تتكون من برشا حاجات أخرى. واضح. غنية بالأملاح المعدنية، السيليس، الزنك، المنغنيز، المغنيزيوم.
تقوي المناعة. سي اون بلانت نستعملوها معناتها اون انفوزيون في البي في الترانسيزيون تاع السيزون في وقت تبديل الطقس دونك من الصيف للخريف من الخريف للربيع من الربيع للشتاء هكا السيزون اللي تكثر فيها الجريب وتكثر فيها لي زونجين على خاطرها تقوي المناعة. بالنسبة للناس اللي تعاني من ليمينو ديبرسيون معناتها انهيار في المناعة فما ناس موجود عندها مشاكل فوالا اي سورتو اللي عندهم دي بروبليم لنفاتيك واللي الكلاوي ما نحبش نربط بالكلاوي عندهم ايمينو ديبريسيف نقص في المناعة فهمت لي انفوزيون تاع الحريقة يعطيوهم انا بور انرجيتيك كبير على الاخر دونك كيفاش تتعمل ستة اوراق تاخذ حريقة ما كيف مش تاخذ تيزانة يعني ستة اوراق في كيس ماء ثلاثة مرات في النهار ثلاثة اسابيع معناتها الكور ديما ما تعديش اكثر باهي برشا ترجعك في فورما حالة ما بعد الكوفيد توا البيريود هذايا فوالا عبد يخرج مسكين فشلة ومطبطب وفارغ البدن فارغ وبعدك الوجاع والسخانة والعرق وقلة الماكلة وقلة النوم والإرهاق صحيح دونك اون كور ستة ورقات في كيس ماء ثلاثة مرات في النهار ثلاثة أسابيع ترجع لنا النشاط والحيوية نتاعنا. الماء دافي معناتها الماء اي انت باش تعملها انفوزيون تحط الماء يغلي وتحط الأوراق نتاعها كيفها كيف كيفها كيف التيزانة والا المونت النعناع كل شيء باهي. هكا زميلتنا أمينة بوغانج إن شاء الله ربي يشفيها تعرف الحريقة الحريقة توا بديت ترجع هي. قبل ما ناخذ الحريقة لازمنا نشوفوا العباد اللي تنجم تاخذ الحريقة وشنو هي الشريحة نتاع الناس اللي ما تنجمش تاخذ الحريقة. فوالا مهم. باهي لازمنا نعرفوا اللي العباد اللي عندهم التونسيون معناتها ما ينجموش ياخذوا الحريقه افولونتي افولونتي مش ما ياخذوها الجمله ما ينجموش ياخذوها افولونتي ما يكثرش منها ما يكثرش منها وبالنسبه للناس اللي عندها انسوفيزانس رينال زاده كيف ما تنجمش تاخذ الحريقه جمله ولا ما تنجمش ما فيها بس كيف تشاور كيف ترجع للطبيب نتاعك وتقول له راني نحب نعمل ديزانفوزيون وهو ينجم يجاوبك واضح فهمت ما ناخذوهاش ديريكتومون باغ كونتر هي غنيه بالسيليس والاملاح المعدنيه عندها تاثير كبير على ام ال ام المفاصل لي تندينيت ولي زانتورس دونك هي تتشرب انفوزيون يا اما تترحى كومبليتمون اي وتتحط على كل فوالا كمادات على على كومبريس وتتحط ديريكتومون على البلاصه اكثر منه هي منشط للدوره البوليه علاش قلت لك هو فما مش تضارب ولكن العبد يزمو يفهم فوالا هي منشط للدوره البوليه وتمنع من تكوين الحجر في الكلاوي دونك وتمنع من وتحد من الالتهاب نتاع البروستات واضح رامي كان يسمع فينا هاو كان ينجم لهنا العباد كيفاش تنجم تاخذ لي تريتمون تاعها ما عادش نحكيو على الاوراق نحكيو على الجذور البلانت كيف تنقلها كيف يقلعوها ياخذوها بعروقها وكيف يشيحوها يشيحوها اوراق وعروق دونك العروق هما اللي يتعملوا ديزانفوزيون كميه تاع مغرفتين تاع ماكله في 150 مليلتر ماء وتتعمل انفوزيون 3 فوا باغ جور حتى للعبد مثلا كان عنده حجره في الكلاوي تتعدى باهي برشا سا سي كونو معروف باهي برشا شكرا ليك شكرا ليك دكتوره مازلت عندك حاجه مساج نكملوها نكملوها مره جايه نكملوها مره جايه خاطر يزربنا الوقت وعنا اختنا سهسوها ديما هي في المرشي وعليها السخانه وكل شيء بعديك ابجل هي بعديك تولي تبكي لنا خلينا نمشيو لها بالليل في بوان مارشي بوان مارشي ساسوها بونجور بونجور ساسوها شنو احوالك والله تري بيان تري بيان تري بيان انا راني سامع اللي عديت عيد طياره برش والله يا فدا دار ثاني عيد ثاني عيد نخدم ها انا ما خدمتش ها خدمتش مش حتى في روحي اللي انا نخدم ليه ما خدمتش باه خدمتش تحكي لي قصه حياتك خذ الفوكس خذ وقتك كامل خذ وقتك كامل قول اللي تحب نعرف كويس نخدم دونك ثاني عيد ما خدمتش كان تحبوا تردوني الحديث على خاطر غبت عليكم مره البارح هاي وقتي الكل مشي نحن في بالنا حتى اليوم غايبه ذيك علاش في بالنا حتى اليوم غايبه بعد قالوا لنا راهي سهسوها حاضره في المرشي سمعنا اللي فما المرشيات مسكرين البارح دونك قلنا البارح المرشيات مسكرين حتى اليوم ما فماش برشا مرشيات محلوله ويسكو المستمعين نتاعي الفيديل واللي نحبكم برشا قالوا لي ليه حتى كعبتين بطاطا وكعبة طماطم المهم نسمع صوتك يا سهسوة هذاك علاش وزيدا نقول لكم الحقيقة زيدا يا مستمعين نتاعي تعرفوني بالشفافية نتاعي رئيس التحرير تاعي ما تخططها هو قال لي لازم تعمل مارشي اليوم سيري ميت ربي يفضله ربي يخليه
هاي ريت الكبس يجيب الكبس يجيب الكبس يجيب سي عماد ربي فضلك سي عماد تحية سي عماد دونك احنا توا في المارشي سنترال ما لقاوش برشا خضار اما هاو توا بديت تكثر الحركة وكل دونك باش نبقى باش نبدا نعطيكم في الاسواق ما اما قلت لكم مش عيدكم مبروك المستمعين تاع سيمفونيا عيدكم مبروك كل عام وانتم حيين بخير ربي وربي يحييكم لمثيل لمثيل ومش لمثيل لا مش لمثيل و... مرحبا اعطيني يا بدي اعطيني الاسوام المستمعين ان شاء الله العام الجاي مش بتسكت المستمعين اللي تعيد عليهم يستناو في الاسوام صحيح بيقول لي ديجا وين انت فانا مارشي فانا مارشي انا في المارشي سنترال واضح في المارشي سنترال ماكش مركز معايا مش مشكل مش مشكل اعطيني الاسوام بطاطا اللي طلبتوها مني قلت لي اقول حتى كعبين بطاطا هذا عنا 380 الكيلو بطاطا البصل 980 الفلفل الحار على 2000 الحلو 1995 اللوبيا الحمراء نقاوها اليوم على 5400 القرع الاحمر 980 اللوبيا الخضراء 4800 الخس 15 اللي نقاوها 500 الجنوية 100 جرام على بجنات ود القمرة 380 الكلافز 700 المعدنوس 500 الطماطم نقاوها 12 ثوم ب 800 نعملوا طلع على السوام نتاع الغلة لقينا دلاع الكيلو على 600 صاحب الكبي ثوم دلاع عنا لوز 2980 التفاح 13 العصير 1180 العنب غالي 4000 غالي العنب دونك ما فهمتش سبق صحف ديك صح سكوبيتي برافو ايه لي حاجه لوكس ايه شكون ايه كان ما في بالوش معايا بالنسبه للدجاج ما فهمتش فما شويه هكا ها بالنسبه للحويتات باش نحاول نعطيكم لهنايش فما عنا الورقه 14500 القاروص 18600 نلقاو شيء اخر المول 12 فما القاروز زيدة ب 12 و 5 هكا كيما تسمع في قلب سلعة حية فريشكة هذا يشفما في المرشي الحوت شكرا ليك نصلكم ليماج ما فهميش باش حويتا شكرا ليكم انتم زيدة يا بيتي شكرا ليك انت وربي فضلك لينا سهسوها وكها وتعرف بلاستيك واضحة البارح بلاستيك واضحة على الاخ ايه شكرا لي شكرا لي وشكرا على السكوب اللي كنا في عيد ميرسي على السكوب اللي عطيته ميرسي بوكو ساسوا ميرسي نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين بون ويكاند ساسوا في البوان مارشي تنجموا تعاودوا تفرجوا فيها على الباج فيسبوك راديو اي اف ام لقيت هذا وقيت الهمهامه الماكله الجو في كوجينتكم كوجينتكم المستمعين اللي يسمعوا فينا وما عندهمش الصوره ينجبوا يتفرجوا على اي اف ام تي في عشان يوتيوب نتاع راديو اي اف ام يشوفوا خونا دوبليكش يشطح على اي جينجل اي دبكه الرحمه ليه ما انت قبيله تليفون عرعود نوقز الشطح ما حاجه ليه كويس كويس مدام مريم مستمعه عملت لنا كيك الافاني خويا دالي ماك تعرف تحب الفرنسي جون جاك تيزي كيك الافاني من عند مدام مريم بعثتونا على الواتساب 58 550 600 88 بونجور مريم بونجور فحري شحوالك لاباس مبروك عيدك مبروك سنين دايما منين تكلم فيها مدام كيك سيبخون مش غني ريت ما هو ريت كله من دالي خاطر كان مكتوب كيك سيترون جي شطبه حد فاني فهمت شي يحب ما نعرفش مين يحب يمشي معايا اليوم معناتها بلي تعرفوا دوبلكشي مدام مريم لا ما تعرفوش عمرك لا ريتو في الصوره معناتها لا حط اي اف ام تي في تتفهم على شنو نحكيو لك مدام مريم كيك او سيترون مالها باش تعمل لنا بعثوا لنا على 58 550
688 على الواتساب. اعطينا المقادير وكيفاش نحضروا الكيكه ذي. باش ناخذوا 150 غرام زبده اي دو بريفيرونس تكون اون بوماد معناها و 200 غرام سكر نركضوهم بعديك عنا 4 كعبات عظم نزيدوا بالكعبه بالكعبه نزيدوا ساشي سكر فاني شويه زيت سيترون ونزيدوا حتى كريم فريش باهي برشا ونخلطوا بالطبيعه بعديك ناخذوا 300 غرام فارينه وساشي خميره ديما نغربلو الفارينه باش تتنفس فوالا ها اخر حاجه نحطوا 125 جو سيترون ايه وكاين فما شويه بيستاش فاكولتاتيف حتى 30 غرام هكاك ايه نحطهم تيب على 160 درجه ايه بوندون 50 مينوت ايه باهي فما استيس صغيره باش الحارفه كي الشق في الوسط بتاع الكيك يجينا مستوي هذاك هذيك نقسموه بشويه زبده. اي اي هكا مشققه كل مره معوجه من شيره هكا مره منها مره من الوسط. فوالا فوالا. هذيك ديما شويه زبده في الوسط. يدي انا من بعد ما شفت خبزة الهوية نتاع دالي دوبلكشي ما عادش فما قاتويت في الدنيا. لازمك تشوف. عايزيني نشوفها انا. لا لازمك تشوف مدام لازمك تشوف. كامله الروسيت. نجمو نزينو من الفوق نعملو كلاساج. 100 غرام سكر محور. اي. وشطر قارصه. ايه نزينوا بهم نخلطهم بالقدا نزينوا به بالكيك نحطوا شويه نعناع ترانشات قارص اللي عندك نجم حتى تزينها بالبيستاش واضح اكاهو واضح واضح شكرا اكاهو وقد يقعد في الفور سامحني يقعد 50 دقيقة 50 دقيقة يقعد في الفور واضح مدام مريم شكرا ليك على الكيك على دودو برشا برشا خسارات محليك باهي باهي يبلغ يبلغ يوصل ان شاء الله نتصور راهي سمعتك هي حتى هي راهي سمعتك راهي تسمع فينا ولا تفرج فينا على اي فيلم محليك ومزينك ونحبوك ونتعليك يا دودو ربي فضلك ربي فضلك شكرا ليك مدام مريم الروسيت نتاعها تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا اي اف ام وتنجموا تبعثونا لي روسيت نتاعكم على 58 550 600 88 هو كي تبعثونا حتى الريحه مثال شكاها ويزي تفضل سي علي في ميديا ماج ميديا ماج على اي فام تحية الدودوة هيك مدخلوا ليش بيرسونيل في الخدمه يرحم والديك نبداو في الاخبار نتاعنا نبداو الحقيقه بستوري هبطها هادي الزعيم طلب من العباد انهم يسالوه اخي فما شكون سالوا من الجزائر علاش قلت الجزائر خاطر حط علامات تونس والجزائر قال له شكون باش ينشط فكره سامي فاري السنه قرروا القرار ما يرجع ليش ليا انا واللي فيه الخير ربي سال فيه هنا الناس الكل بعد التدوين هذا تتسائل هل سيعود سامي فاري لتقديم برنامج فكره سامي فيري ولا باش يواصل الهادي زعيم تقديمه للبرنامج انتوما انا هي النسخه الاكثر اللي تفرجتوا فيها وعجبتكم اكثر والا هكي معناها ملت لكم يعني تميلوا لها اكثر مع سيم الفيري والا مع هادي زعيم تفضل انا بصراحه مع هما زوز باهين بصراحه ما احنا عرفنا فكره سامي الفيري مع سامي الفيري دونك سامي وكان المعد نتاعو هو هادي زعيم بيان سور اي هو كان يحب يدبر خدمه على مش يهبط بومبيت في الفجه في الفجه يهبط بومبيت هو الحقيقه دو ستيل ديفيرون فما واحد شومان والاخر انترفيو فور راهو دو ستيل نتاع تنشيط بعيد على بعض وجمله واحده سامي الفهري في الابروش نتاعو نتاع الخفه والجو ويقوم على الانفيتي ويلعب وكل شيء وهادي زعيم في الحوارات شفنا حوارات مش نورمال السنه معناتها وتحكيو نقعدوا نحكيو على انفيتي جي نقعدوا نحكيو عليه الجمعه كامله شنو قال وشنو ما قالش وباباراتزي ودنيا وكل الدفدف هذيك نتاع هادي زعيم يحب على الاخر في الراديو وفي التلفزه دونك فوالا دو ستيل ديفيرون مي سي معناتها سي اون ايميسيون دو ديفيرتيسمون هو دونك شو يقعد شو في لي دو كا في لي دو كا مشيت ليميسيون دونك اي واحد باش يقدمها وهل فكره سامي الفهري فما عم جاي صحيح هذه نقطه الاستفهام فوالا شكرا علما انه فما بعض القنوات الاخرى قاعده ماشيه في تبديل البرمجه تبديل انا البارح نحكي لكم على تبديل البرمجه
قلت لكم هاي مرشومه لهنا ولا عسوا على اخوكم البحري مالك كيف باش تبدل البرمجة عام الجاي عسوا كيف باش نلقاك في التلفزه في انا بس ليه عليه باش تلقاني في ايش بك درت عليا عطينا سكوب يعني على البرمجه معناتها البرمجه باش تتبدل ساي ما عادش باش نقعد نتفرجوا في برشا ديفيرتيسمون نرجعوا للانفو نرجعوا للانفو انترتينمنت زاده باش نرجعوا لبرشا حاجه مصادرك الخاصه مش مصادر خاصه واضحه معناتها هذه خاطر اللي صاير في البلاد معناتها ماهيش يا اخي التلفزه باش تمشي والراديو بون الراديو سي كوتيديان دونك فما برشا حاجات اما التلفزه باش تمشي تمشي باللي صاير في البلاد الجو سخون الجو حافل دونك تصور فما برشا حاجات باش تتبدل نحكيكم على حمادي غوار الله يرحمه الله يرحمه نحكيو على جنازه نتاع حمادي غوار التصويره دارت برشا في الجنازه جمعت محمد العوني ورؤوف كوكا تذكر حتى نهار العيد وريتك التصويره وحكيو برشا العبيد على التصويره هذيا نجم نشوفوها مع بعضنا على اي اف ام تي في التصويره كيفاش هما قالوا فرحانين ومن بعد فما زوج صور اخرين اللي هما يبكيو فيهم فالعبيد لاموا برشا على محمد العوني على التصوير هذية هو ورؤوف كوكا محمد العوني البارح يتكلم على راديو ميد يقول هو بكي الحقيقة في المباشر وحكي على التصوير هذية قرره ربي يهديكم وحكي على انه المصور الصحفي رضا هميمة هو قال حبي صورني مع رؤوف كوكا خطر كنا متعاركين وتسامحنا قرره انا ورياض النهدي ورؤوف كوكا الوحيدين اللي حضرنا جنازة حمادي غوار قال كنت على خلاف مع رؤوف كوكا كما قلت لكم ورياض هميمة طلب منا انه نعمله تصويرة باش نثبتوا لي احنا تسامحنا قال النية صافية والتصويرة كانت بكل عفوية الإنسان راهو موش من المعصوم الخطأ قال زيدا أنه العبيد ما دخلوش القلب قال اللي هو زيدا حزين على حمادي غوار لا يرحمه وقال ما عنده حتى نية متاع إساءة رضا هميمة المصور الصحفي دخل زيدا في نفس البرنامج وقال نعتذر لمحمد العوني وراه التصويرة اللي التقطتها مش في الجبانة كنت النجم ما نهبطش التصويرة وأعتذر شنو رأيكم في البوليميك هذه أنا بصراحة فقالي في القلب في القلب وتونسي راه بصراحة ياسر يزرب باش يعمل رياكسيون وديما في الخايب ديما احنا ننويو الخايب قبل كل شيء هما عشرتهم كبيرة برش والكاميرا خفية جمعتهم وصحاب من الاول معناتها فهمتني تنجم تكون انت تصويرة تخذت في وقت سبحان الله تنجم تكون تتبسم مي انت من داخل حزين دونك ما تنجمش تلوم على انسان مشى لزنازة ومشى هو معناتها هما ثلاثة بركة اللي كانوا حاضرين ومشاوا لزنازة باش يقوموا بالواجب وينجم يكون هو تبسم عفوي معناتها ماهوش قام باش يضحك ولا باش يعمل سكيتش هو كيمشي باش يقوم بدوره كصاحب وكل شيء دونك نتصور انا برشا التوانسة قاعدة ميشونستي غراتويت دونك بصراحة والله أول مرة يعمل تدخل خويا رشيق جدا يعطيك الصحة دوبليكشي اي فما تسرع برشا عند التوانسة في 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 الكلام معناتها في في لي كومونتير وفي في في كل شيء بون حتى دليره التصوير التصويره معناتها فيها فيها وفيها وعليها في 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 الكادر معناتها فهمت مي بون هو هم كانوا متعاركين هما زوج والله هي حسم حكايه محمد العوني البارح ليه هما كانوا نتذكر عامين ولا عام وعام ونص التالي فصارت عركه حتى ما بين دي ميديا انتربوزي معناتها ما بين بعضهم سبوا بعضهم دونك بون راهو عشره مع حمادي غوار بالمناسبة الله يرحمه وربي صبر عائلته حمادي غوار توينس الكل حسوا عليه الحقيقة ضحكنا دخلنا الابتسامة دي دي ديريكت كابيسان كابيسان شكون ما يعرفش الكاميرا كاشي هذيك في راس ولده لأنه صاحبي وقرأ معايا نقول له ربي يصبرك خويا وإن شاء الله عم حمادي في الجنة إن شاء الله رؤوف كوكا زاد الدخل على في ستار تايم هنا على إيفام حكي على الصورة قال محمد العوني في الصورة حبيب بين اللي هو جالد فينا رغم الكورونا وقال زيدا بإلحاح شديد اقترحت انه يتسمى نهج باسم المرحوم حمادي غوار انتم مع الفكرة متاع انه نعملوا نهج باسم حمادي غوار ولا لا بون العبيد اللي ما تعرفش على حمادي غوار نعرفه انا اللي حمادي غوار راهو يخدم في ولاية في بلدية ولا في الولاية متاع اريانا في الولاية متاع اريانا واعطى برشا للمدينة هذية متاع اريانا يستحق الحقيقة انه ياخذ الشارع ولا اسم واسم شارع ولا نهج باسمه هو انا ما نحبذ الفكرة وباللي بصراحة علي لازم نعطيه للعبيد القيمة
القيمه نتاعهم الحقيق. علاش كي في الخارج كي نشوفوا مثلا افنيو ولا غو اديت بياف ولا ما نعرفش راك تسمع بساعات فنانين مسرحيين ما يعرفوهمش وترقى باسم نهج نتاعهم، علاه ما نعطيوش للعبيد هذوما حقهم؟ وعلاش الا ما يتوفى السيد باش نعملوا له حاجه باسمه هو؟ انا كنت نقول لك معاه انه كرمه حي مش لازم الا ما يتوفى. فاش نستناو بار اكزومبل باش نعملوا نهج باسم لطفي بوشنيق؟ فاش نستنى؟ صحيح، هو اي انسان زاد بلوس وعنده بصمه وزاد في الدومين اللي هو بيه فيه وكل شيء نتصور هذايا حاجه معناتها عاديه انك تعمل نهج ولا تكرمه ولا معناتها فريمون حاجه. اختنا مي المعده نتاع البرنامج تقولنا ذالي راه فما حاجه في القانون معناتها مش هكاك يتسمى الاسم نتاع النهج قانونيه الحكايه. على خاطر ما هو تعرف انه مثلا كي يبدا النهج هذا باسم ما نعرفش اي اسم نتاع نهج مثلا الهادي نويره مثال اليوم فما شركات مثلا غادي حاله والا بيرو نتاع محامي والا غيره، تعرف انه في المراسلات القانونيه نتاعو الكل مكتوبه بالاسم هذاك، لازم العباد اللي موجودين غادي الكل يعاودوا يبدلوا، فهمت؟ فلهنا هذه الاشكال اللي ياخذ عليها الوقت. واضح ديما فما بيروقراسي وأوراق ودنيا وجوابات وشد الصف وكل شيء. تفضل برا الكفالي. اخر اخبار نحكي عليها اليوم هي تصويرها هبط على الشاب البارح على الانستغرام تاعه موجود فيها هو وريهم بن عليا، العباد يحكيوا على الزواج الخامس لعلي شبي. الزواج مش كان مسلسل هذا؟ صحيح الجوزه الجوزه لا هي وازواجها الخمس. فوالا شكرا. اما الاسم نسيت شنيا تمثل فيه غاده عبد الرازق. فوالا مال علي شيب. فما زاد الحق يقدر شكون هذاك اسمع لي ريفيرونس. شكرا ليك علي، ميرسي بوكو. انا نعطيكم كي العاده دي رونديفو هكا تنجموا تمشيوا تتفرجوا فيهم تسال 7:15 دقيقه خطاب على الباب. نحكيوا على العادات ودنيا 7:15 دقيقه الخطاب على الباب وقبله شوف لي حل مسلسل الريحانه مع 10:15 دقيقه على الوطنيه 2 مزيان زاد ادي راهو الاعادات راهو الرحمه ليه. والله يا خليل اي مسلسل امور اعاده اسال علي عرعود بالله. جست حاجه بركه هلولا ذاك السيت كوم اللي حكيتوا عليه البارح نعتذر ماهوش سوري، هو سيت كوم تونسي وقديم برشا ولكن ما تفرجوش فيه برشا عباد هذاك علاش ما يعرفوش برشا الاسم. وانا نعتذر لفيكتوري جو جرت خونا دوبليكشي البارح لو جران كويز الثمانية بتاع الليل على تي اف ان سي اس ما ادراك ان سي اس سيري ان سي اس في نفس التوقيت على ام سي اس واللي يحب الافلام المصريه فما فيلم مزيان برشا اسمه لف ودوران بطوله احمد حلمي على ام بي سي مصر الثمانية بتاع الليل 9:57 دقيقه. نخرجوا شهر بوب ميتيو اخبار ونرجع لكم للساعه الثانيه.